ندوة نظمتها منظومة استرجاع المصاريف الأولى، بعثها مجموعة من الأشخاص الذين عملوا لخمس سنوات قبل إبراز هذا المشروع وأخراجه للنور. هي عبارة على صندوق استرجاع مصاريف. الفكرة احنا كونا صندوق استرجاع مصاريف وقلنا احنا انواع الافكار كما هذه. لو عندكم فكرة على الفيسبوك، فيسبوك اخرج دعمه 15000 مليار كبينيفيس. المستهلك مش يسترجع نسبة من المصاريف نتاعو، يعني معدل النسبة هذه في 50%، وهنا نكون تجاوزنا لي ديفيرونس نتاع لي زوتر سيستيم دي فيديليتي. نعرفوا احنا لي سيستيم دي فيديليتي بارتو دون لو موند معناها ماش موتيفون، ماش اسي موتيفون، ومعناها استهلكوا تماما، لانه نجم جو كونسوم وبعد يقول لي عندك 10 ميلي دو بوان. بعد لي ميلي دو بوان كيش نحول لهم انا فلوس نلقاهم بتيتر الفالور نتاعهم، معناها نتفاجئ كي نشوف الفالور الريال نتاعهم. دونك هنا احنا حاولنا تجاوزنا الشيء هذايا ولينا معناها كي نعملوا ريكيبيراسيون سي دو لارجون، كيش على دي بوان تي كونسوم نرجعوا لك فلوس. حاجه جديده مازالوا العباد ما يعرفوهاش بالكدا، بشويه بشويه تنجم تتعرف. تشجع الكونسوماتور باش يشري اكثر، وتشجع معناتها الفورنيسور ولا البرودكتور باش يبيع اكثر، وباش معناتها يكبر في الشيفر دافير نتاعو باش يلم برشا كليوني. وبكل اسف تحدثت التاجره نجوى السعد عن اسفها لعدم وجود حضور كثيف في مثل هذا المشروع الهام الذي يمثل قفزه لتونس. فريمون جو سوي ديسو، كنت منتظر باش نلقى الصاله معبيه وباش نلقى معناها أجواء أخرى وناس معناتها باش تشجع وجاي كل شيء. مالوغوزمون جافي لي لاغ موزيو، صدقني جافي لي لاغ موزيو. يبقى هذا المشروع في انتظار انخراط العديد من المواطنين والتجار فيه ليكون فرصة للاستفادة للجميع.